برشلونة بيخرج بتعادل إيجابي مميز جدا في أرض نابولي في السان باولو في مباراة فيها كلام كتير سواء على نابولي أو على برشلونة، أو الكلام الأكتر هيبقى على برشلونة اللي فيها علامة استفهام كتيرة جدا وكبيرة جدا عن كيكي سيتيان في مباراة النهاردة. الناحية التانية كمان جاتوزو عنده سؤال كبير جدا لازم حد يجاوبنا عليه. فقبل ما نخش في الحلقة انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناة واشتراك وفعل الجرس عشان تجيلك الحلقات اول باول، بس الاهم اعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده على الاقل 50 لايك. يلا بينا نخش في الحلقه. خلونا نبدا بكذا حاجه عند برشلونه. برشلونه كان بادئ بالمباراه على الورق نوعا ما بالاربعه 4-3-3، ان ميسي وفيدال كوينجات وجريزمان كمهاجم، وتحت في راكتيتش وديونج وبوسكيتس. التريكة مش هنا بقى خالص، التريكة اللي انت مفروض قبل المباراة كنت تبقى متوقع ان برشلونة هيلعب بالاربعة اربعة اتنين، ميسي هيخش جنب جريزمان وهتلاقي ان فيدال وراكتيتش فتحوا على الاطراف وهما الاتنين على الاطراف وديونج وبوسكيتس اتنين في نص الملعب، وتشكيلة تحول لاربعة اربعة اتنين. لكن ده ما شفناهوش ليه؟ لان انت كيكي سيتيان غلط ان يخلي فيدال كوينج يمين. انت فعلا فيدال بيلعب وينج يمين، ده اللي مش فاهمه، ليه فيدال يلعب وينج يمين؟ مش فاهم بجد، مش فاهم. دي حته ما كانت مخليه علامه استفهام كبيره على كيكي سيتيان، ومخليه عند الحلول الهجوميه عند برشلونه قليله. في ظل الناحيه الثانيه قدامك نابولي، نابولي داخل عنده حاجه واحده بيلعب عليها، اللي انا هلعب دفاع كومباكت واقف في نص ملعبي مضايق مساحات قوي، مضايق الخطوط ما بين بعضيها، وهلعب على هجمه مرتده. ده اللي كان بيلعب عليه نابولي، لان هلعب على هجمه مرتده وهدافع هدافع هدافع وهلعب هجمه مرتده، خد انت الكوره، خد انت استحوذ، خد انت حضر براحتك، بس اول ما تيجي عندي هلعب لعبه احيانا مان تو مان واضغط عليك لاعب اللي معاك كوره هضغط عليه، او هلعب دفاع كومباكت ودفاع منطقه وهلعب على هجمه مرتده. وده اللي كان بيعمله فعلا نابولي. نابولي بيقف في نص ملعبه وبيحاول يقفل المساحات قوي ويضايق المساحات على برشلونه ويخنق برشلونه ويضايق الخطوط وسايب الكوره كليه لبرشلونه. زي اللي احنا شايفين الشوط الاول بيخرج لبرشلونه الاستحواذ 71%، لكن مفيش ولا شوطه على المرمى. ده بيأكد ان نابولي نجح في خطته، انه اداك الكوره اعمل ما بدالك، اعمل الاستحواذ اللي انت عايزه، لكن تقرب من الجون وتشوط عليه ده مش هيحصل. وجادوزو قدر ينجح في الحته دي في الشوط الاول، وكمان ما نجحش بان هو بس يبقى بيخلي برشلونه الاستحواذ بتاعه سلبي، لا هو كمان جاب جون وقدر يتفوق على برشلونه من هجمات مرتده. راح بهجمات مرتده 3 مرات، مره كاليخون ضيع كوره، ومره انسين ضيع كوره، والمره الثالثه ميرتنز خلص وجاب جون مزيكا. جون مزيكا، كرة تلعب بالعرض، ميرتنز بيستلم، ارتو معلم في البعيدة جون، ولا اي حارس يقدر يعمل ده يجيبها يعني. بس بعد الجون قلت ممكن يبقى فيه رد فعل برشلونة، رد فعل يضغط بقى ضغط ويضغط على نابولي ويبقى فيه رد فعل. لكن لو شفناه برشلونه كان بيلعب بنفس الشكل، انت ما عندكش حلول هجوميه، الحلول الهجوميه بتاعتك مفقوده. ليه؟ لان انت بتلعب الناحيه الهجوميه بتاعتك تقريبا ما فيهاش غير اثنين بس اللي هم جريزمان وميسي، مفيش اي لاعب بيديك حلول هجوميه، ولا راكيتيتش ولا فيدال ولا ديونج ولا بوسكيتس حتى، مفيش حد بيدي حلول هجوميه، لان انت كتفت نفسك بنفسك، خليت فيدال الوينج بتاعك ما عندكش اي حلول هجوميه، راكيتيتش ما عندوش الحلول الهجوميه اللي هي هيفيدك في مباراه مقفله زي النهارده، وعندك كمان في الهجوم ميسي لو نزل لنص الملعب عشان يستلم الكوره ويلف ويدي لك هو الهجمه مش هتلاقي اي حلول، لان ميسي لما بينزل لنص الملعب بيقفل خلاص، هو كده كده مقفوله. فانت ميسي وهو اصلا قريب من منطقه جزاء نابولي كانت مقفوله عليه ومخنوقه عليه، اول ما يستلم الكوره بيضغط عليه لاعب واثنين، لكن ينزل لك نص الملعب ويبتدي الهجمه دي كانت مفيش فكر من كيكي سيتيان. الشوط الاول انتهى بال 71 استحواذ لبرشلونه لكن ولا شوطه على المرمى، على عكس الناحيه الثانيه نابولي خارج في الشوط الاول استحواذ بتاعه 29% لكن شايط 3 كور على المرمى ومنهم جون. تمام، كاتوزو نجح في المهمه الاولى وانه قدر يخرج قدام برشلونه في الشوط الاول عامل اداء كويس دفاعيا وقدر يسجل جون. طب دي حاجه كويسه.
الشوط الثاني عكس ده تماما، لان نابولي فضل بنفس الشكل لكن برشلونه هو اللي اتغير نوعا ما. برشلونه ابتدى يضغط اكتر على دفاع نابولي، الضغط بقى مباشر على نص ملعب بتاع نابولي، كنا بنشوف حتى لعيبه برشلونه احيانا بتضغط بمنطقه جزاء نابولي، بقى في شكل برشلونه، بقى في ضغط لعيبه برشلونه، بقى في رخامه من لعيبه برشلونه. برشلونه بقى داخل الشوط الثاني انا هجيب جول، لازم اجيب جول، لازم اهدف، لازم اجيب جول في نابولي هنا في السان باولو عشان يجي في الكامب نو يبقى شكل مغير، مع ان الكامب نو ممكن يبقى ماتش صعب اكتر ونابولي يدافع اكتر ما دافع النهارده. بس النهارده عندي سؤال محيرني، سؤال لازم اساله لكم بس كمان شويه. بس الضغط بتاع برشلونه بتاع الشوط الثاني ولد جول، ولد جول الاول لبرشلونه وبقى التعادل 1-1. تمام تمام. بعد الجون دون نابولي ما قدرش يفتح خطوطه، نابولي ما عندوش الشجاعه او جاتوزو ما عندوش الشجاعه ان هو يفتح خطوطه ويهاجم برشلونه ويضغط برشلونه ويجيب الجون الثاني ويكسب، ما عندوش الشجاعه دي. هو برده فضل سايب الكوره لبرشلونه وسايب الاستحواذ لبرشلونه وسايب كل حاجه لبرشلونه وبيدافع وبيلعب على هجمات المرتده، لسه نفس الشكل بتاع نابولي. انت بتعادل يا معلم في ارضك، انت بتعادل في ارضك، المفروض تخاطر، انت خلاص التعادل 1-1 نفس الخساره 2-1، هتروح بقى نغف في الكامب نو يجي فيه الجون مش هتعرف تعوض، بقى مش هتعرف تعوض عشان هيركب الماتش وهيقتلك. فانت كنت المفروض تخاطر نوعا ما شويه، مش بقول لك خاطر بقى وافتح خطوطك وروح جيب جون، لا خاطر نوعا ما، اضغط على دفاع برشلونه. في ظل برشلونه النهارده كان سيء سيء، ما عندوش ولا حلول هجوميه وحتى دفاعه مرتبك تقريبا. كيكي ستين دماغه مع ماتش الكلاسيكو بتاع يوم الاحد مش بتاع ماتش النهارده، تقريبا معاه في دماغه ماتش يوم الاحد خلاص. يعني مش فاهم بصراحة ليه الفكر، ليه الضغط اللي عمل كيكي ستين على اللعيبة والحلول اللي فقدها. انت حتى تغييراتك ما كانتش مقنعة، يعني تغييرات ما كانتش مقنعة، انت نزلت انسو فاتي، نزلت انسو فاتي ونزلت رينجلي بدل بدل بيكي وفيدال اتطرد منك. انت كمان فيدال اتطرد في اخر الماتش. بس السؤال اللي هسأله لكم على نابولي بقى، نابولي عنده سؤال محيرني جدا، لو كان انشيلوتي هو اللي موجود بدال جاتوزو هل كان خاطر وفتح مساحات وقدر يكسب برشلونه، ولا كان انشيلوتي ممكن يخاطر ويفتح مساحات ويخسر من برشلونه وميسي يستغل المساحات دي ويقتلك؟ وجاتوزو اللي عمله النهارده ده كان خير مثال او خير اختيار، ده اللي عمله. انا بصراحه من وجهه نظري انا بختار الشكل بتاع جاتوزو شويه. ليه؟ لان نابولي برضه ما عندوش الحلول اللي هي تقدر تخليه تكسب على برشلونه. انت الحل اللي انت عملته ان انت دافعت وقفلت مساحتك وتلعب على المرتده تضرب برشلونه بجول، تخطف تخطف جول، ده اللي كان بيعمله جاتوزو، ده اللي نجح فيه جاتوزو. لو كنت فتحت مساحات قدام برشلونه كنت هتتقتل. انا ببصم لك بالعشره ان انت لو كنت فتحت مساحات ضد برشلونه النهارده كان ميسي زعلك، لان ميسي كان بيحاول اي مساحه يستغلها، اي مساحه اي مساحه لو ربع سنتي يحاول يضغط عليك منها، اي مساحه لو نص سنتي يضغط عليك منها، كنا بنشوفها كتير جدا النهارده. فلو ميسي كنت سايب له مثلا مساحه متر او مترين ورا باك من باكات كان قتلك، صدقني كان قتلك. انا عارف ميسي لما بفرج عليه كل اسبوع في الكامب نو وفي الدوري الليجا كان قتلك لو فتحت مساحات. فانا بقول لكم ان الحته بتاعت ان انشيلوتي يبقى هو مكان جاتوزو ويفتح الملعب ويخاطر ويروح اللي هو يكسب برشلونه كان ممكن دون يبقى ضرر عليه، لكن جاتوزو اللي عمله النهارده انه يطلع بواحد واحد ضد برشلونه نوعا ما كويسه، نوعا ما مش بقول لكم كويسه ونتيجه ايجابيه، لا انت نتيجه ايجابيه مش ايجابيه خالص، انت التعادل 1-1 على ارضك، التعادل 0-0 صعب برشلونه. فجاتوزو عمل حاجه نوعا ما فادته ونوعا ما ضرته، لكن لو مكانه كان انشيلوتي كان ممكن يتضر تماما، كان ممكن يتضر خالص. هل برشلونه قادر انه يرجع في العوده وفي الكامب نو؟ اه يقدر عادي جدا، يقدر عادي جدا يرجع في الكامب نو ويقدر يرجع بسهوله، لان الكامب نو ملعب السان باولو نوعا ما ضيق نوعا ما عن الكامب نو، لكن الكامب نو يقدر برشلونه يفتح الملعب، يقدر يعمل استريتش لعيبه نابولي، يقدر يوجد مساحات في دفاع نابولي. انا بقول لكم يقدر يوجد مساحات في دفاع نابولي. بس في الاول والاخر ده كان رايك في مباراه النهارده برشلونه ونابولي، قول لي رايك انت في المباراه في الكومنتس، وقول لي ردك على السؤال ده، هل لو كان انشيلوتي مكان جاتوزو النهارده كان قدر يتفوق على برشلونه وانه يفتح مساحات ويخاطر ويكسب برشلونه، ولا اختيار جاتوزو ان هو يدافع ويخرج 1-1 كان الامثل؟ قول لي مين كان هيدير المباراه افضل، جاتوزو ولا انشيلوتي؟ قول لي رايك في الكومنتس، ولو الحلقه عجبتك سيبش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشترك في الجرس عشان تجيك الحلقات اول باول، وما تنساش الايميل بتاعي في الديسكربشن تحت، ولو مش على فيسبوك ريتويت على تويتر. كان معاكم مصطفى، نشوفكم الحلقه الجايه، سلام.